هنا نشاهد الزوراء والنفط، وهنا الكرة العرضية، ولكن هنا التسديد. أوه، هدف أبيض للنفط، هدف أبيض للنفط، ولا هدف؟ نعم هدف، هدف الآن. النفط يسجل على الزوراء، هدف الآن في هذه اللحظة، هدف في هذه اللحظة. وهنا كرة خطيرة لمصلحة الأنيق، لمسة اليد، يطالبون بلمسة اليد، وهنالك النفط يتقدم على الزوراء في ملعب الصناعة بهدف. نعود إلى مباراة الطلبة، الكرة موجودة الآن، صقور الجبال يحاولون، يريدون التسجيل في مباراة اليوم، البحث عن 3 نقاط ثمينة في ملعب التهوك، هذا النادي الكبير.